ازيكم يا فنانين، انا صاحبتكم روني بندق، ويلا بينا نرسم الرسمه بتاعت مين؟ الكسندر كالدر. الرسمه اسمها بوميرانج اند سنيك. يلا بينا. الرسمه بسيطه قوي. هو كان عامل هنا زي دايره كده سودا، بعد كده كان طلع منها عاملها خفيفة عشان ما تبوظ، بعدين كانت هنا كوس كده، نفس الكوس كده، وفي هنا لون برتقاني، وهنا تاني لون برتقاني. خط بسيط كده واصل من اولها لاخرها، متطلعش براها، يعني ممكن يبقى كده نظبطها في الالوان. البرتقاني الفاتح اللي تحت هنا هو عامل فيها سنيك، بعدين هنا هو كان عامل زي شراع كده، بعدين هنا كان في شوية خطوط سودا، دي طويلة شوية، يعني الخطوط دي هنا كده. هنا بقى عند الحرف هنا هنطلع برضو شراع تاني، بس الشراع ده مقسوم اتنين، كده في هنا اصفر مش لازم احدده، هنا بس الازرق ده يطلع كده على هنا. السويد ده هيبقى ازرق، في هنا زي فصلة في ده كده، اتمنى تبقى الرسمة كلها باينة. الرسمة دي اللي أكبر من 8 سنين. يلا بينا نلون. هي رسمة بسيطة ما بتاخدش وقت، بس دولت الفنانين أصحابنا، فإحنا لازم نبقى عارفين إزاي نرسم زيهم، صح؟ هو طبعا بيعشق اللون الأحمر، نحط الأحمر، لون أحمر اهو، نحط عليه نقطة مية صغيرة، الفرشة تخينة لأن أنا هلون مساحة كبيرة، ده بالأحمر. بس بقى سيب الكبيرة واخد الصغيرة عشان اعرف ان انا احدد بيها. حلو،
في احمر ده كمان. في تحت دي خط أحمر صغير. ده الأحمر اللي عندنا بس. عندنا أورنج مش كتير. ادي الاورنج بتاعي. الدايرة دي اورنج. هي مش باينة. ماشي معلش حصل خير. كده دي مساحة أكتر. كده عندي برتقاني تاني هنا كده متنعكش هنا على ما فيش كده. اوكي خط كده اللي تحت السنيك ديت اسود دي بس تحتيها الحتة دي اورنج. انا هظبطها بعدين. انا بس هعملها مبدئيا عشان لسه السنيك هنلونها اسود. زي الطبق كده بس اللي يبوس من هنا. البرتقالي كان ثلاث حتت والأحمر الثلاث أماكن. الأصفر زيادة شوية. يلا بينا على الأصفر. بحب الأصفر. عشان احنا هنلون اماكن كتير. كانت هنا متنعكشة شوية مش محددة خالص.
جنب المركب كده، وبعد كده كان في شوية أصفر داخل هنا، تعال نحدد دي كده. بعد كده الأصفر بقى عامل ايه، أوفرلاينج كده على ده اللي كنا خدناها في العجلة بتاعت سندريلا، فاكرين كده كده. الأصفر فيه هنا بقى أصفر كتير بس متنعكش، مش متحدد، مفيش تحت البرتقاني، بس كان في ناحيتي كده شوية أصفر. في أصفر تاني عندنا؟ لا آه لا في 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 هو حاطط أصفر، في أصفر تاني ناحيتي كده. ممكن نعيد تاني اصفر لو احنا عايزين اللون ايه فاقع شوية. ايه دي اهو الاستاذ كالر، ده اسود ده ازرق. تعالوا بقى نجيب ايه فرشة كده، ازازة ماية صغيرة كوباية فيها نقط بس عشان ايه منضطرش نقوم، في ازازة تانية نشرب منها. اوكي ده الحتة دي ازرق، الأزرق هما المكانين الاتنين دول بس كده. ناقص الأسود، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالأسود. انا الأسود يعني بخاف، خصوصا لو عشان احنا مبتدئين ان احنا نلون بيه خلاص، فانا هستخدم ده. لو انتوا عارفين تستخدموا الأسود في اللوحة وحد كبير شويه مفيش مشاكل. من ناحيتي نحاسب ايدينا ما نلزقش لانها لسه ايه طريه هنا. سوري القلم ده، ثواني هجيب قلم غيره. الحته دي عامله زي الفصله كده، اسود انا جايب القلم ده يعني انا شفته مره ما كبير قوي كده، بس ممكن يعني ايه نعمله بقلم رفيع، او ممكن كمان نعملها بألوان، يعني نحددها ونعملها بألوان مية.
ده ضرب رائع شوية. فاحنا ايه نحدده بده. تخين قوي. سيبيه سهل ساعات عليا. انا لقيته مرة بالصدفة يعني. القلم الرفيع بقى هو مش محددها كالدر، بس ايه احنا ممكن نحددها. بس طبعا زي ما قلت احنا عشان نحدد الحاجة لازم يبقى قلم ايه معقول، مش بالتخين قوي ده، يعني عادي كده. الحته دي سودا. الشراع ده كان لونه اسود، ممكن تلونوه بألوان المية. عايزة اعملها أسرق. دي الدايرة دي لونها اسود. كده
الدايرة دي نفسها سود. يلا بينا نعملها بالأسود. واضحة كده؟ هنا بقى كان في خطوط كده وطالع كده لغاية إن كأن مفيش حاجة بعد، فاهمة؟ ناقص حاجة واحدة، السنيك. هو ملونة لغاية هنا؟ كده؟ بعد كده سايبها مش ملونة كده بالظبط. كده بقى عندنا رسمتنا الجميلة. نبعد شوية كده بتاعت ألكسندر كالدر. أتمنى أنها تبقى عجبتكم، أتمنى كل أصحابي تعجبهم. إحنا طبعا نسينا نعمل ده أسود، هنعمله بسرعة. رسمة جميلة، رسمة خفيفة، رسمة فيها حركة، رسمة كل ألوانها بتحس إنك هابي، رسمة اللاين حتى بتاعنا، خدنا دلوقتي اللاين والباترن والموفمنت والريزم، حتى الخطوط بتاعتها الكيرف سهلة سهلة وطلعنا منها شكل. مش لازم الحاجة تبقى معقدة عشان تبقى حلوة. وده كان الدرس بتاعنا لأصحابي الكبار. يلا بينا هنعمل درس تاني لأصحابي الصغيرين. أشوفكوا على خير إن شاء الله. باي باي.